مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر في الشأن السوري انضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس هيئة الإنقاذ السورية دكتور أسامة الملوحي. أهلا بكم دكتور أسامة. بداية، في ظل انشغال العالم بمعركة إدلب المرتقبة، تخرج أنباء عن وثيقة من ثلاثة محاور تعكس وجهة نظر الدول المعنية بالأزمة السورية قبل اللقاء المرتقب لحل الأزمة. في المجمل، كيف تقيم وترى هذه الوثيقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني التفاصيل في هذه الوثيقة وغيرها تفاصيل قليلة جدا، وفي النهاية الأطراف وما تريد وما يريده كل طرف أصبح واضحا للغاية. فالعدو، نقول العدو، الطرف الروسي والإيراني وطرف القزم بشار الأسد، هذه المنظومة المعادية تريد الحسم العسكري، وهي لو فعلا تمكنت وحساباتها كانت إيجابية بالنسبة لها، نعم، لكانت تقدمت على الأرض وفعلت ما فعلته في باقي المناطق. أذكر المشاهدين الكرام بأنه في كل اتفاق موقع من أستانات اللي نسميها أستانات السواد، كانت تحصل هناك خروقات عسكرية وتقدم للنظام وقضم للمناطق وسقوط مناطق بأيدي النظام بعد كل اتفاق. وبالتالي هذا العدو أو منظومة العدو لا تبالي بأي اتفاق ولا تبالي بأي وثائق. لا، دكتور أسامة، إذا سمحت لي، قلت نقطة، وهي لو كانت من مصلحتها أن تشن هجوما عسكريا لقامت بذلك، ما الذي يمنع؟ من مصلحتها، إنما هناك مشاكل عسكرية تنتظر هؤلاء إذا تقدموا إلى هذه المنطقة الأخيرة لنسميها تقريبا بأيدي الثوار. لدينا أمر ذكرناه على قناتكم في السابق، وهو المخرج الجغرافي والسياسي للمقاتلين هناك. أين المخرج؟ كان هناك دائما أمر مهم جدا، كانوا يسعون من خلال المندسين ضمن الحاضنة المدنية ليروجوا إلى أن المعاناة كثرت وكذا، فخرجوا إلى مكان اسمه إدلب. أما اليوم أين يخرج هؤلاء؟ إلى أين؟ إلى أين يخرجون؟ طبعا هناك ضغط على تركيا لتكون منطقة درع الفرات هي المكان الذي يخرجون إليه، لكن تركيا ترفض لأسباب كثيرة جدا. طيب، ونتمنى أن تستمر. هؤلاء إذا تقدموا في هذه الأراضي ولا يوجد مخرج للمقاتلين، فستكون خسائرهم 4000 مقاتل اللي ذكرهم تقريركم سيكونون قتلى. أنا متأكد. دكتور أسامة، إذا تسمح لي الآن، هناك مصادر تتحدث عن أن الولايات المتحدة وضعت شروط ضرورة قطع النظام السوري للعلاقات مع النظام الإيراني ومع الميليشيات الإيرانية. هل نعتقد من هذا، أو هل يمكن أن نفهم من هذا الكلام، أن هناك موافقة أمريكية على بقاء بشار الأسد مع بعض الشروط؟ الموافقة الأمريكية على بقاء بشار الأسد موجودة من سنوات، وقالوها بصراحة، قالها كيري وبوضوح شديد، لم يجد البديل الذي تريده أمريكا، فلذلك أبقوا على بشار الأسد. هذا أمر مفروغ منه، لكن يجب علينا أن لا نبالغ، بل أن نعيد النظر في قضية العداء الأمريكي لإيران. يعني انظروا للعراق دائما، انظروا للعراق، للتحالف الأمريكي الإيراني الصفوي في العراق، وتقاسم المصالح وعدم وجود أصلا أي صراع بين أمريكا وإيران في ذات الوقت اللي فيه ميليشيات إيرانية في العراق موالية لإيران أكثر من ولائها للعراق، ووجود عشرات الآلاف من الجنود الأمريكان إن كان حول السفارة أو في القواعد العسكرية. دكتور، ولكن ما الذي يمكن أن نفهمه الآن من هذه التصريحات وهذه المحاولات إن كانت حتى للعلن؟ لكن هناك من موضوع الوثائق والشروط لقطع العلاقات مع إيران من قبل بشار الأسد، ما الذي تريده الولايات المتحدة في سوريا؟ القضية العراقية، نعم، هناك علاقات يعني وثيقة ما بين أمريكا وإيران، لكن في سوريا ربما قد تختلف الصورة قليلا. سوريا في كل جهة أمريكا لها يعني مصلحة معينة. في شمال شرق سوريا بالتحالف مع قوات قسد الميليشيات الانفصالية الكردية الأمر واضح، ومصالح أمريكا هناك، سيطرت على المياه وعلى النفط والغاز وعلى القمح السوري، هذه أمريكا. أما أمريكا في الجزء الجنوبي الغربي، لنقول النصف هذا الجنوبي، فهو تابع لإسرائيل. مصلحة إسرائيل هي التي تمضي، توصيات إسرائيل هي التي تتبناها أمريكا، وبالتالي يجب أن تنظر إلى مصلحة إسرائيل. إسرائيل اليوم تريد الإبقاء على بشار الأسد مع إبعاد إيران قليلا عن الحدود، لأنها لا تثق بحزب الله وببعض الأمور، ولكنها شيئا فشيئا عندما تحصل على التطمينات السرية الباطنية النظام الصفوي
يكون هناك قبول كما هو هناك قبول على أرض الواقع. يعني إيران لا تبعد عن الحدود، حدود فلسطين المحتلة سوى عشرات الكيلومترات. صحيح. ونسمع كثيرا تصريحات، أنت تقول في حديثك تصريحات، لا تبالي كثيرا بالتصريحات، لا تبالي كثيرا بالتصريحات، فالتصريحات للبيع. أنت تعلم أن الخليج دفع أموالا طائلة وأمريكا تبيعه التصريحات، تبيع الخليج تصريحات، ثلثي الأمر تصريحات والثلث هو عبارة عن تقليم أظافر لإيران فقط، تقليم أظافر لإيران فقط. الدكتور أسامة الملوحي رئيس الهيئة السورية للإنقاذ، شكرا جزيلا لك.